أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعمل مع الدول العربية المستعدة للمساعدة في إعمار غزة والانتقال إلى حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لضمان أمن وسلام المنطقة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر راح ضحيتها 60 شهيداً و110 مصابين خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34,904 شهداء و78,514 شهيداً منذ 7 من أكتوبر الماضي. أكدت وكالة الأونروا أن نحو 80,000 شخص نزحوا قسريا من مدينة رفح الفلسطينية منذ يوم الاثنين في ظل توسع هجوم الاحتلال، وطلبت الوكالة بالوقف الفوري لتلك العملية وسرعة إدخال المساعدات للحد من تلك الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن المدنيين الفلسطينيين هم ضحايا تلك الحرب. أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا بالضفة الغربية دون توجيه أي تهم رسمية إليهم، لترتفع حصيلة المعتقلين في الضفة منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 8,665 معتقلا. التقى وزير التجارة والصناعة أحمد سمير نظيره الأردني يوسف الشمالي على هامش فعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة 32 من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة على المستوى الوزاري، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين وسبل تذليل التحديات لحركة التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات والمقاومة الاقتصادية الكبيرة للبلدين. التقى وزير الإسكان عاصم الجزائر نظيره العماني خلفان بن سعيد الإشعيلي لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية العمرانية وسبل التغلب على العقبات والمعوقات وتبادل الخبرات والتجارب لمواصلة تحقيق النهضة العمرانية بالبلدين. وأكد الجزائر استعداد مصر لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لسلطنة عمان. من جانبه أشاد الإشعيلي بتجربة العمرانية المصرية معربا عن تطلعه لتفعيل مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين مصر وسلطنة عمان بهذا الشأن.